صباح الخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم في فلوق جديد. يوم الاثنين صورت لكم البارح الفطور والغدا ديالي، غنحطهم لكم من بعد. يوم خدامه سور بلاس باش معايا الفطور ديالي باش معايا الغدا ديالي. اليوم انا مجتهده، دابا الصباح اقسم اقسمين باش ندخل ان شاء الله نبدا الخدمه و الله يسر لينا يا ربي. اول فطور ديال نهار الحد عندي هنايا جوج ديال لو بان كومبلي، هذا فيه لافوكا، هذا فيه صوص بيستو طوماط بيستاش، هنا بيضه نزيد شويه صوص بازيليك، وهنا غنزيد الحار. وغدا ديالي درت خطيره مبخره بصله بطاطا بروكولي وسطر دجاج طايب تا هو مبخر، ومن بعد دوز شويه في المقيله. اليوم غادي يكون يوم حار جدا. ماما مسكينه جابت لي هذا الماء، دارت لي ترموس جاها هضرت لي فيه الماء، وهذا عندي هنايا الايس كوفي. واش معايا قلت لكم فطور ديالي غادي نهبط ناخذ قهوه وقيله، مي افون نخدم شي شويه عاد غادي نهبط. الماء غادي نفطر غير هنا في البيرو. عندي هذا هو الفطور ديالي، درت لك كرندوشيا ولافوان مع بيرلي والحليب والعنب، وهنا عندي قهوه ديال ديستريبيتور تو سامبلومون. دونك دابا غادي نفطر ونبدا نخدم حيتاش عندي خدمه بزاف. اول غدا ديالي عندي 175 غرام ديال الكفته ريجيم، وهنا عندي بروكولي بطاطا سلقتهم، 100 غرام ديال البطاطا و 90 غرام ديال البروكولي، وسطيتهم مع بصيله من بعد وصافي. هاي كامل بحال امي الحاجه، مي راني فريمون امي الحاجه، اي باقي ما حجيتش شويكا وما فيش لاصال. دابا اصلا 7:30 ديجا طرني راسي، ما نعساش البارح مزيان باسكو سي لو بروميي جور، راكم عارفين جلسة السيمانة وكتكون الحيط بقيتي ضاربة بنعسة وخاصك الغدلي تفيق. فقت مع ستة قلق سنين دوكا راكم عارفين. غنمشي دابا ندير شي بتي سناك وغنمشيو نديرو شوية لاماش باش نتحركو. وهذا مكان صباح الخير. اليوم ثلاث شحال الساعة دابا؟ 7:30. شوفوتي مكتب معايا هاكا عمر كنشوف فيه هنا كلمة ايس كوفي، هذا دونتيفريز ديال هادو معلقة فرشيطة تو سكي فافيك، هادا فطوري الصباحي، هادي نتشنا شفت ليا سما، هادا شوية ديال الفاكهة باش ماني غير شوية شتو باش من نديرش ديك الباسمون. ماشي وهذا الغدا ديالي، نمشي نديرو دابا في التلاجة. إوا شتو المهم هاد السيمانة قررت أنني نرجع نلتزم، لأنه دابا شي دو تخوا موا كندير غير التخربيق في لاش بوكس، يعني يا إما تنجيبهمش يا إما تنجيبش فطور يا إما تناكل فطور على برا، إي سي بوكو دو كالوغي لا والو. دقرت باش يبقى يفطر ديالي غدا ديالي، اي حتى القهوة ديالي ايست، وخا كنشري كامل قهاوي على ديال البارح اللي مشيت ندير لهم ديهم لابوبال. البارح كنت خارجة نشرب هنا ثلاث كنشري كدا 10 درهم ديال يعني معاكم بروك. هو الفطور ديالي شيا ولافوان مع الحليب كيباتو فيه، وبيت مع مرمانة درمان عندنا نايت في الدار بيو ايست عليهم بيرلي. دابا اوا بديتي اليوم مع سباكيتي كونجاك مع ستر دجاج طوماط سوغيز وكورجيت. صباح الخير. اليوم الاربعاء، البارح ما قدرتش نصور لكم الصراحة، مي انا فريمون كنت وصلت للدار مشيت الحمام البارح، اي ابخر جات طحت كاو لحد دابا صافي. اليوم جيت نخدم ما درت لا لانش بوكس، ما صوبت فطوري، ما صوبت والو، دونك اليوم غناكل على برا بزاف مني. ايوا هذا مكان كاين صايب ملي شويه داير صايب صباح الخير. يوم الخميس السيمانه قربت سالي، ماشي حتى شي نهار الله صار نكونو واقعيين. اليوم غادي نفطر برا، مش باش معايا الغدا ديالي، غنحاول نوريكم حتى مرة ما كنمشي للدار، انه غالبا كنت نصور لكم
باش كنمشي للدار. دونك اليوم غادي نحاول نصور لكم فاش كنمشي للدار. دونك دابا الصباح وقسمين نمشي ندخل ان شاء الله الخدمه ونتلاقاو من بعد. الطريق بلوكي دو بارتو، لفه ديال الشميشه اللي كنجي فيها. داني جوطة سمين ضربتها بالنعاسة البارحة تاني. ام سو سوري ديما نهوك مع صوركم في الدار وكنمشي الناس ديما جبت الغدا وانا جبت الفطور تاني البارحة. طيب الغدا ونا الناس سو غادي نوريكم. انا خدت كخواسون شغل مع قهوة وغادي جبت الروز وكفيتة وخيزو شدان لبق. السيمانة اللي فاتت فتحت لكم راسكم غنمشي المرجان باش نشري هذا. شريته 3 ايام سيتو في الدار، يومين جبته نهار درتو، اليوم الصباح جيت ونسيت ما درتوش وها هو جالس حدايا ونسيت ما درتوش. هلو استنى كتبرك امين السي معاودي والله ما نعاود. اليوم السليت مشينا للمول. شحال مشينا للمول شو مش عارفه ولا حقيقه بركاكه هذا البوتيك جاي زوينه تاع تماين. اش بصل مال الكيسان شحال في بليطاس هذا بزاف ديال الكيسان سميتها انجلش هوم. everything is cute everything. شوفوا مامي فايك الاسبريسو لاب. انا خديت سبانيش لاتي مع القهوه. ماما خدات سبانيش لاتي سخون وسلمى خدات موكا ياك موكا غلاسي اكسترا مع شوت زايدات ديال القهوه تاعنا. عندي شوت زايدو حطينا هادي سميتها تونساسيون شوكليت كيك تنتيشن شوكليت كيك. شوفوا وجهها زينة سبانيش لاتي موكا ديال سلمى شوية حلوة على ديالي يا ديال جات قبيلة وجات ماما سبانيش. المهم سبانيش لاتي زوين كاين جونا خدو سبانيش لاتي تقدرو فيه واقيلا العسل سبانيش لاتي دوقي الكاطو. ماما كيفاش تاكلو كاطو زوين ناري سبانيش حكو عليا الناس كيجاك شكون داخل شوكولات شوكولات حنا شي اون فا بليس جينا البول عشان شي نستاو حنا جالسين كوموندينا موخيتو ثاني تخربيقات اللي معاه اختينا قهوه ايه ما شابش لينا قال لك كتستاو كتستاو كتسناو في السوله عاد مشى بحال الحامض بحال نخرجوا بكرامه ديالنا توصل بهم. هاي احنا وصلنا للدار ما نطرني راسي سلمى يكون بقى في الحال حيت ما كلاتش في البول بقى فيها سكينه الحال بزاف ولكن تلاقات مع صاحبتها كانت غادي تغفر ليها ولكن راه فريمون تسنينا بزاف وسبر بروميير فوا كي كومو دو مشكل كفا غادي كلوتش غير لو فلوك هنا جات معايا الصوصي هي شحال هادي ما كنتش تشهيتو اي صافي غادي نمشي نصليو قبل ما يطلع العشاء.